انت تطلع على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه، الشغل عندنا ليه اصول. معلش، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. الهي يسترك ما يفضحي. امين. الهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. الهي يا رب ينصرك على مرني. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي، اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدو دينك. لا ولا قوه الا بالله. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله انت لسه عايشة. مالك؟ طب اخرجي. طب بصي لي كده ليه؟ تعالي. اخرجي ما تخافيش. مفيش حد غيري هنا. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض.
ترى الدنيا مخبيه لنا ايه؟ Thank you.